احنا بنقول لهم ما تعملوش، بس عن طريق ايه بقى؟ رسوم متحركه وافلام. بتحذروهم من تصرفات معينه ما تتعملش. يعني خلي بالك الالعاب الناريه ممكن تعمل كذا. لو انت لعبت بالكبريت وحبيت تشم ريحته وتعمل اضاءه وتعمل لعب بيه، ده ممكن يعمل كذا. وبنجيب لهم افلام برضو من مكان موثوق فيه او مصدر موثوق، بنوريها لهم، لان الصوت مع الصوره مع الكلام اللي بيسمعه بيبقى الحذر اكتر. اصل الطفل يعني بطبعه بيحب يجرب، فانا مهما قلتي انا بيبقى في عقلي ان انا عاوز اجرب الحاجه، فاعتقد ان انتوا بتشدوهم بوسائل كده تخلي الفكره توصل لهم، فخلاص هو مقتنع بالكلام. احنا بنختار فئه معينه اللي هي السن كبير شويه، اللي هو بيقدر يستوعب معانا الكلام، يعني التوعيه لسه ما وصلتش معانا للمرحله، بس احنا في طريق ان احنا نجهز. طب الاماكن اللي ممكن يكون فيها مخرات سيول ممكن تعمل مشاكل، هل بيبقى فيها برضو توعيه خاصه بفكره الميه وازاي يتم التعامل معاها في حاله وجود ميه كتيره زي اللي حصلت في في في, في 15 مايو من سنتين؟ سيول؟ طبعا كان اكبر غلط انهم قاعدين على مجرى السيول نفسه. فطبعا احنا لما يعني احنا ماشيين في جزئيه الاستباء. يعني احنا متابعين مع الارصاد الجويه او مصدر الارصاد الجويه ان نبتدي نبعت رسائل، يا جماعه خلي بالكم في سيول، خلي بالكم من عواميد الكهرباء، حاولوا تكونوا مغطيينها، امنوا اسقف، امنوا، يعني بنقول لهم على كام حاجه كده، وبنبتدي نديهم شويه حاجات هم يوعوا بيها الناس حواليهم، يلفوا على الناس في القريه او يلفوا على الناس في المكان، يبتدوا يرفعوا وعي الناس، خلي بالكم كمان كام ساعه في كذا. بدل ما يتفاجئوا، بدل ما يتفاجئوا يعني. كان في فيديو بس انا عارف الفيديو تبعكم، لو بس تجيبوه لنا على الشاشه حضرتك. طيب يعني الفيديو كان في تدريبات، الفيديو اللي الناس شافته معانا دلوقتي حضراتكم كنتوا عاملينها في بني سويف، يبدو ان في حد كان ازاي بنتعامل مع لو حد مغمى عليه او حد مصاب.